أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يشهد توقيع اتفاقية إنشاء المقر العربي لمحاكم القضاء الإدارية. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المقر التاريخي لمجلس الدولة على ضفاف النيل بالجيزة، وذلك بعد إجراء الترميمات اللازمة له. وشهد الرئيس مراسم توقيع اتفاقية النظام الأساسي للاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي ترأسه جمهورية مصر العربية ويضم عددا من الدول العربية، وهي البحرين، الأردن، تونس، لبنان، الإمارات، اليمن، الجزائر، فلسطين، العراق، موريتانيا، المغرب. فيما استقبل السيسي أرملة الشهيد عمر حماد المستشار بمجلس الدولة ووالد الشهيد عمرو مصطفى وكيل النائب العام، اللذين استشهدا جراء الحادث الإرهابي بمدينة العريش أثناء أدائهما لواجبهما الوطني في مراقبة الانتخابات البرلمانية. بدء فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السداسي لسد النهضة بالخرطوم. استؤنفت فعاليات اليوم الثاني للاجتماع لسد النهضة الإثيوبية بحضور وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال المشاورات حول قضايا الخلاف العالقة بشأن خارطة الطريق الخاصة بالمسار الفني وبدء دراسات سد النهضة. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور حول أهم ما دار خلال جلسات اليوم الأول التي استمرت لأكثر من 6 ساعات أن هناك إصرار من الدول الثلاث على مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق وحل الخلافات العالقة، مشيرا إلى أنه عندما تجتمع دول مصر والسودان وإثيوبيا فإن الأجواء ستكون دائما إيجابية. رياضيا، بكيت مديرا فنيا للزمالك لعام ونصف. أعلن الزمالك اليوم في مؤتمر صحفي تفاصيل تعاقده مع البرازيلي باكيتا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وتضمن العقد مدة عام ونصف يبدأ النصف الأول منها من اليوم وحتى نهاية الموسم بمقابل مادي قدره 35,000 دولار شهريا، والعام الثاني يبدأ من الموسم المقبل بمقابل 40,000 دولار شهريا. محمد صلاح جاهز لقيادة ذئاب روما أمام نابولي الأحد. قال رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما جاهزية الدولي محمد صلاح لمباراة نابولي غدا الأحد ضمن منافسات الجولة 16 بالدوري الإيطالي. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار بغزارة خاصة على المدن الساحلية منها مطروح والأسكندرية ودمنهور والبحيرة على مدار 48 ساعة القادمة، مشيرا إلى أن سقوط الأمطار سوف يصاحبه انخفاض لدرجات الحرارة ونشاط للرياح، وهو ما يعني استمرار اضطراب الملاحة البحرية سواء على البحر الأحمر والمتوسط. ونوه الخبراء أن نشاط الرياح سوف يزيد من إحساسنا بالبرودة خلال ساعات النهار، ويبقى الطقس شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على بعض محافظات شمال سيناء في الوقت الذي سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.